أبدأ معك أستاذة أمل من آخر نقطة تحدث عنها خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا. هو يقول إن الفرنسيين ربما يتخوفون الآن من دخول مشكلات أخرى على الخط. نعم المظاهرات والإضرابات بسبب قانون التقاعد، لكن ربما تكون هناك أسباب أخرى مثل زيادة الأسعار، حالات التضخم. إذن ديلمة اجتماعية يمكن أن يدخل فيها المجتمع الفرنسي إذا لم يتدخل صوت العقل من كلا الجانبين. اولا مرحبا بك. ثانيا يعني المظاهرات والاحتجاجات التي شهدها الشارع الفرنسي لم تاتي فقط يعني احتجاجا على هذه على اعتماد الحكومه الماده 49-3، ولكن المواطن الفرنسي طفح به الكيل وهو خرج الى الشارع محتجا على سياسة إيمانويل ماكرون ومحتجا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الفرنسي اليوم أمام تضخم الأسعار وأمام يعني بعد وباء كورونا وتضرر الأسعار خصوصا بالحرب الروسية الأوكرانية، وكل يعني هذه العوامل وغيرها يعني جعلت من المواطن الفرنسي يعني رافض لسياسة إيمانويل ماكرون. وأيضا هو في السابق انتخب إيمانويل ماكرون خوفا من صعود مارين لوبين للحكومة أو لرئاسة الحكومة، وهذا يعني التخوف جعل من المنتخب يعني لم يركز المنتخب على مشروع إيمانويل ماكرون الذي قدمه. يعني هنالك أسباب عديدة يعني تقف وراء خروج المواطن الفرنسي اليوم إلى الشارع ليندد يعني بتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأساس، ثم الرفض لهذا المشروع. وأيضا بطبيعة الحال يعني الإضرابات أدت إلى تضرر اقتصادي، يعني الاقتصاد تضرر من إضرابات بعض القطاعات كالنفط مثلاً.